بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بداية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم طلاب الأعزاء في هذه المحاضرة من مساق مبادئ المحاسبة 1. فأهلا وسهلا بكم اليوم، إن شاء الله حنكون معكم في الفصل الثامن، واستكمالا للمحاضرات اللي بدأناها في موضوع الفصل الثامن. يمكن تحدثنا طبعا في هذا الفصل حول الأوراق التجارية الكوميرشال بيبر، وقلنا انه الاوراق التجاريه بتتركز في 3 انواع، هي الشيكات والكمبيالات وسندات السحب. طبعا الحمد لله، يعني غطينا محاضرات الشيكات بنوعيها، سواء كانت شيكات وارده او شيكات صادره، كذلك الكمبيالات لاوراق القبض. اليوم ان شاء الله حناخد ونستكمل المحاضرات السابقه اللي بتتحدث حول موضوع اوراق القبض، وحنحل اليوم ان شاء الله حالة عملية أو مثال، وهو صراحة هذا سؤال اختبار، يعني سؤال امتحان نهائي يمكن حتشوفوه معكم في الاختبارات. فالموضوع إن شاء الله موضوع سهل وبسيط، وبالتالي محتاجين فقط إنه نحضر المحاضرة، نتدرب على الأمثلة، نحل أمثلة من الكتاب، وإن شاء الله الأمور تكون أمور سهلة وبسيطة. خلينا نروح مع بعض للحالة العملية. طبعا زي ما حكينا، هنركز هنا على اوراق القبض، وحنكون في ضمن الحاله العمليه شيكات وارده. طبعا هذا السؤال هو عباره عن سؤال امتحان، احد الامتحانات النهائيه. قال لي: فيما يلي العمليات الماليه التي حدثت في محلات الجليل خلال شهر مارس 2019. طبعا احنا يمكن وضحنا في موضوع الكمبيالات أن الكمبيالات اللي هي أوراق القبض من وجهة نظر المستفيد، مش الساحب، المستفيد، لأنه الكمبيالة لها طرفين، شخص اسمه الساحب هو الذي يسحب الكمبيالة وهو الذي وقع عليها، وشخص اسمه المستفيد هو اللي بيقبض قيمتها. احنا شرحنا الكمبيالات من وجهة نظر المستفيد اللي بسميها أوراق قبض، وهي عبارة عن أصول، وقلنا إنه هذه الكمبيالات هي عبارة عن ورقة لها قيمة تستحق بعد مدة من الزمن، وبالتالي أنا كمستفيد من هذه الكمبيالة أو هذه الورقة بسميها ورقة قبض، وبأتصرف في هذه الورقة عند استلامي إلها، بمعنى ممكن أبيع بضاعة بكمبيالة، ممكن أحصل دين بكمبيالة، ممكن أحصل إيرادات بكمبيالة. هذه الكمبيالة إما تظل عندي في الشركة للمدة اللي حتى نصل لتاريخ استحقاقها وأحصلها، أو إن أقوم بإرسالها للبنك برسم التحصيل، أو إن أخصمها عند البنك بمعنى أحصل على قيمتها كاش. ايضا انه ممكن اعملها عمليه تجهيز زي الشيكات، او تظهير زي الشيكات واعطيها لشخص ثاني، او اعملها برسم التامين. طبعا احنا المطلوب مننا ناخذ ونتعرف اللي هو الاربع حالات الاولى، اللي هي الاحتفاظ بالورقه حتى تاريخ الاستحقاق، او برسم التحصيل، او برسم الخصم، او اللي هي التجهيز. وان شاء الله في المحاضره هذه حنشرح موضوع التجهيز، وهو موضوع سهل. في عندنا العمليه الاولى، باعت الشركه بضاعه، والعمليه هذه طبعا نقدا، جزء منها نقدا وقع على الحساب لمدحت. حصلت الشركه او حصلت المستحق على تاجر مدحت بكمبيالتين، تمام، هيك احنا حصلنا على كمبيالتين. في 8/3 بعنا بضاعه لشركه صفد، العمليه كانت بشيك مسحوب على بنك فلسطين، يعني شيك وارد. ارسلنا الكمبياله الى التاجر مدحت برسم الكمبياله الثانيه طبعا الى البنك برسم التحصيل. في 10/3 اشترينا بضاعة ب 1500 دولار من محلات الوحدة، وكيف سددناها؟ بتجهير أو تظهير الكمبيالة الأولى. في 25/3 ورد إشعار من البنك إنه حصلنا الكمبيالة اللي هي المرسلة بتاريخ 9/3، لكن خصمه 10 دولار عمولة. في 30/3 ورد إشعار من بنك فلسطين إنه الشيك اللي هو الوارد لنا من شركة صفد تم تحصيله وإيداعه في البنك. طبعا هذا شيك، طبعا شيك وارد، على طول انا بحطه في البنك كشيكات وارده، وبالتالي وقتيش بيتم تحصيله بشعرني البنك في ذلك. ايش المطلوب؟ نعمل القيود. حنشوف قيد في هذه العمليه. اول عمليه عندي في 5/3، قال لي انه والله باعت المحلات بضاعه بمبلغ 7500 دولار، تم تحصيل 2500 دينار نقدا، والباقي على الحساب للتاجر مدحت. عمليه سهله مرت معنا قبل هيك، وبالتالي نشوف ايش حلها. يعني كويس انه انت قبل ما تشوف الحل ويظهر عندك الحل شباب، تفكر هيك وتعمل القيد لوحدك بتحليل بسيط. طبعا
هذه عملية بيع، وبالتالي احنا حصلنا نقد الإبقاء حنقول القيد من مذكورين حساب الصندوق 2500 وحساب مدينون التاجر مدحت، احنا نروح عند محلات الجليل إلى حساب المبيعات، إلى حساب اللي احنا بعنا البضاعة، هي القيد أمامنا من مذكورين زي ما حكينا حساب الصندوق 2500، حساب مدينون مدحت 5000 إلى حساب المبيعات ب 7500. العملية الثانية احنا شفنا القيد، معلش هذا خلل في التنسيق. العملية الثانية في 6/3 حصلت المستحق اللي هي الشركة على التاجر مدحت. احنا الآن بدنا من مدحت كم؟ اللي هو هيو يا شباب مدينون مدحت، بدنا من مدحت مبلغ وقدره 5000، تمام 5000. كيف حنحصلهم هذول؟ حصلناهم من خلال كمبيالة، تمام. فبالتالي هذا الأموال اللي عند مدحت هذه أصل لنا، هذا أصل، تمام. الآن الأصل هذا انتهى لما أنا حصلت الدين، فصار الأصل هان إيش؟ دائم. قام مدينون مدحت ما بدأ من مدحت شيء، صار الخمس ثلاث صار زيرو، بدي ألغي الحساب هذا، مدينة دخل إيدان. طيب وإجا محل شو؟ أوراق القبض. وبالتالي أنا أصبحت أمتلك أوراق قبض، هذه الأوراق هي بالنسبة لي أصل متداول، وبالتالي بتكون مدينة بخمس ثلاث دولار. قام من حساب أوراق قبض إلى حساب مدينون مدحت. طبعا إحنا حصلنا مستحق من خلال كمبيالتين. هان في التفاصيل ما بنحط انه في القيد الكمبيال، طبعا ممكن نعمل اوراق الكمبيال الاولى والكمبيال الثانيه، ممكن احط تفصيل بين قوسين عادي، لكن بالعاده بكون عندي في كشف بالكمبيالات هذه من باب متابعتها. في الكمبيال الاولى ب 1500 دولار تستحق في 20/3، والكمبيال الثانيه ب 3500 دولار تستحق في 25/3. العمليه الثالثه، تمام، قال لي في 8/3 باعت بضاعة لشركتنا لشركة صفد بمبلغ 1450 دولار. كيف بعنا؟ بعنا بشيك مسحوب على بنك فلسطين يستحق في 30/3. قال عملية أيضا عملية بيع بضاعة تلقائي. شباب احنا قلنا من حد ما تشوف كلمة بيع بضاعة معنى انه المبيعات بتكون دائم، وهذا طبعا دائما المبيعات دائما انه هي في هذه الحالة بحساب الأصل بقل، الأصل وهو البضاعة بنخفض وبالتالي بكون ده. القيد عطول حنقولها من حساب شيكات واردة، لأن أخواننا طلاب الكرام إذا أنا أخذت صندوق كاش بقول من حساب الصندوق، وإذا أنا أخذت ورق يشبه النقود أو هو نقود بسموه اللي ورقة تجارية بقول من حساب شيكات واردة، هذه أموال إلي وهي عبارة عن أصل، تمام. فمن حساب شيكات واردة إلى، طب ليش استاذ هان ما قلت انا من حساب البنك؟ لانه الشيك لم يتم تحصيله وانما لسه بيستحق كمان 22 يوم، فما بقول من حساب البنك، بقول من حساب شيكات وارده الى حساب المبيعات 1450، تمام. العمليه الثانيه في 9/3 ارسلت المحلات اللي هي محلاتنا الكمبيالات التاجر مدحت الثانيه اللي هي 3500 الى البنك برسم التحصيل. بالحالة هذه الكمبيالة اللي عندي، تمام، الكمبيالتين اللي عندي كانوا تنتين صار واحدة، يبقى أخوانا أوراق القبض كانوا كمبيالتين بخمس آلاف، صارت فقط الباقي عندي بالشركة كمبيالة واحدة، وبالتالي أوراق القبض كانوا اتنين صار واحد، يبقى الأصل اللي هو أصل ورقة القبض انخفض، تمام. فهم بيكون إيش ماله؟ بيكون دائم. طب وين الورقة راحت؟ الورقة راحت وتحركت وذهبت إلى البنك برسم التحصيل. يبقى الآن أنا إلي كمبيالة عند البنك، ليش تنتظر التحصيل؟ أنا أمتلك كمبيالة لكن هي ليست بحوزتي، هي موجودة عند البنك برسم التحصيل، وبالتالي هذا بكون إيش ماله؟ هذا بكون أصل، والأصل إيش بكون؟ مدين. يبقى من حساب أوراق قبض ورسم التحصيل إلى حساب أوراق قبض 3500. العملية بعديها العملية الخامسة في 10/3 اشترت المحلات، يعني يقصد محلات الجليل، بضاعة بمبلغ 1500 دولار من محلات الوحدة، تمام. يبقى الآن إحنا أخذنا واشترينا البضاعة عطول، من حد ما تشوف كلمة مشتريات يبقى حساب المشتريات مدين، أنت هيك أخذت نص الدرجة، نص علامة القيد، نص القيد صح. طيب كيف سددنا القيمة؟ هل عن طريق الصندوق؟ لا. هل عن طريق البنك؟ لا. يبقى الآن أنت عطول قاعد تفكر في الطرف اللي نقص، هل الصندوق عندي نقص أنا مدفع؟ لا. هل البنك نقص؟ لا. ها إيش صار؟ صار أنه أنا عندي قمت بسداد القيمة بتظهير كمبيالة مدحت الأولى، فحقول القيد. الآن أنا عندي يا شباب انتبهوا كمبيالتين، واحدة راحت للبنك برسم التحصيل تو شفناها، وفي عندي كمبيالة باقية، لأن أنا أخذت الكمبيالة اللي عندي
اللي ب 1500 دولار الكمبيالة الأولى، وأعطيتها لمين؟ لمحلات الوحدة. إذا أنا نقلت ملكية هذه الكمبيالة مني إلى محلات الوحدة، يبقى هذا الأصل اللي كان ملك اللي هو أوراق القبض انخفض، فبكون دائن في القيد إلى حساب أوراق القبض 1500 دولار. إذا من حساب المشتريات إلى حساب أوراق القبض 1500 دولار 1500 دولار. العملية اللي بعديها تمام، قال لي ورد إشعار من البنك في 25/3، إذا فاكرين ولا نسيته، إذا فاكرين الكمبيالة الثانية احنا أرسلناها للبنك برسم التحصيل. الآن في 25/3 ورد إشعار من البنك يفيد بتحصيل الكمبيالة، وخصم مبلغ 10 دولار عمولة التحصيل يعني أجار البنك، وإضافة الصافي أي صافي صافي الكمبيالة للحساب الجاري. يبقى الآن اللي صار إنه البنك الكمبيالة قامت 3500 اللي عنده كانت برسم التحصيل حصلها لك، وبالتالي أصبح أنت ملكاش عند البنك كمبيالة. ليش؟ إنه البنك ضاف قيمة هذه الكمبيالة في حسابك عنده، عشان هيك حساب البنك إيش ماله؟ مدين، لأنه حسابي في البنك زاد. وفي نفس الوقت البنك إيش أخذ؟ أخذ عمولته أجاره 10 دولار، وهذه بالنسبة إلي أنا مبلغ دفعته للبنك مقابل تقديم خدمة إلي، خدمة تحصيل الكمبيالات، هذه مصروف بنسميها عمولة تحصيل 10 دولار. طب هذه البنك ليش البنك عمل الكلام هذا كله؟ لأنه إلي أنا عنده ورقة قبض برسم التحصيل، هذه كانت ورقة عند البنك، البنك حصلها يبقى صارت زيرو، خلصت، يبقى هذا الحساب نقص، هو أصل نقص فبيكون دائن. حساب أوراق قبض أو أوراق قبض برسم التحصيل هو حساب أصل، بزيد مدين بنقص دائن. بالحالة هذه البنك حصل الكمبيالة إلي، وبالتالي بطل إلي عند البنك كمبيالة، وبالتالي بلغي هذا الحساب. قال قيد من مذكورين حساب البنك 3490 حساب عمولة التحصيل 10 دولار إلى حساب أوراق قبض برسم التحصيل 3500. نشوف آخر عملية. قال لي في 30/3 فاكرين يا شباب إنه في كان عندي أنا شيك وارد، تمام، هذا الشيك وارد تاريخ استحقاقه في 30/3، تمام. لما احنا بعنا بضاعة كنا نقول من حساب شيكات واردة لحساب المبيعات، وقلت لكم ما ينفعش نكتب البنك. الآن في 30/3 البنك فلسطين أشعرنا يعني أبلغنا بتحصيل الشيك، تمام، من شركة صفد، وأودعوا في حسابنا عنده، تمام. يبقى على طول طالما البنك صرف الشيك وحطه في حسابنا عنده، يبقى حسابنا شو صار فيه زاد، يبقى بكون مدين. يبقى القيد من حساب البنك 1450، تمام. طيب الآن هذا الشيك الوارد اللي أنا كان موجود عندي مش أخذت قيمته، مش قبضت قيمته، صحيح. يبقى إيش صار في الأصل وهو شيك وارد؟ البنك زاد مقابله الشيكات الواردة شو صار فيها؟ نقصت. فالبنك زاد بكون مدين ب 1450، والشيكات الواردة انخفضت ب 1450. هيك يعني بكون يعني خلصنا المثال والسؤال العملي، وهذا طبعا سؤال امتحان، يعني هذه هيك ضمت ورد هيك لكم تقديرا واحتراما لكم، تمام. هيك بكون السؤال يعني انتهى، وان شاء الله بنشوفكم في محاضرة قادمة ان شاء الله رب العالمين. طبعا هي مش في الشيكات الواردة، معلش، الشيكات الواردة احنا شرحناها، تمام. ان شاء الله بنشوفكم في محاضرة قادمة، حتكون طبعا المحاضرة القادمة حول الكمبيالات، صراحة في حول الكمبيالات اللي هي بنسميها احنا اوراق الدفع، تمام. ان شاء الله الا محاضرة في اوراق الدفع ان شاء الله. هذه هي محاضرة بسيطة فيها مثال او سؤال اختبار، كويس تحلوه، يعني نمط الأسئلة زي هيك بيجي في الاختبارات، ما فيش في تعقيد ولا في كتير تفاصيل. بشكركم على حضوركم لهذه المحاضرة، وبتمنى أنه السؤال تتدربوا عليه وتشوفوا الأمثلة الشبيهة له أيضا في الامتحانات اللي نزلت على الكلاس روم، أيضا في الكتاب أمثلة يعني محلولة كويس نحلها ونتدرب عليها. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.